السيدة زينب محمد واحدة من أهالينا الأولى بالرعاية في قرية حجازة في محافظة أسوان، واللي عاشت معاناة مع زوجها المريض وأبنائها الأربعة لعدة سنوات في ظل العيش بمنزل متهالك لا يوجد سقف له مع التصدع وتهدم جدرانه، حتى امتدت لها يد خير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلة في جمعية الأرمان. تعالوا نشوف مع بعض مشاهدينا جمعية الأرمان عملت إيه للسيدة زينب وأسرتها، ونعود لحضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا. اليأس بيتبدل لأمل، جملة بقت واقع بتعيشه السيدة زينب محمد مع أولادها الأربعة وزوجها المريض في البيت اللي بيتم إعادة إعماره من التحالف الوطني بعد ما كان متهالك وما يصلحش للعيشة الآدمية في قرية حجازة بأسوان. يعني بيتي كان نظام جريد وسفير وكان لا يطاق، في الشتاء كانت مطر وسفير والتراب ده اللي بيدخل علينا، وكان بالنسبة للصيف طبعا هو كان من منظر ان السفير والجريد هنا كان بيجيب لنا اللي هو الدبيب والحياية دي والعقارب، فكانت بصراحة الحالة صعبة صعبة جدا. ربنا كرمنا بجمعية الأرمان وهيئونا البيت، لو طلعت برضو مطمئنة على عيالي، لو قعدوا عيالي في البيت مطمئنين، لأن بيجوا أصلا في عيشة نظيفة أحسن من الأول 100 مرة. ومع الظروف الصعبة اللي عاشتها السيدة زينب، كان التحالف الوطني هو المنقذ للأسرة كلها، وده كان من جمعية الأرمان اللي قررت تنهي مأساتها من خلال إعادة إعمار بيتها بشكل كامل عشان يكون بيت صحي وكمان آمن لأولادها. عدنا بناء المنزل، اشتغلنا عروج وأبلكاش، وبعد العروج وأبلكاش صبة خرسانية، بعد كده تأسيس كهرباء وتأسيس سباكة، واشتغلنا محارة، وبعد المحارة إن شاء الله هنشتغل سيراميك، وبعد السيراميك نقاشة، وهنسلمها إن شاء الله شقة تشطيب سوبر لوكس إن شاء الله زائد الفرش. بوجه الشكر للتحالف الوطني وجمعية الأرمان، لأني عملوا لنا بصراحة هيئوا معيشة حلوة، والبياض والسقف والمعيشة اللي عملوها لنا ما كناش أصلا نحلم بيها. اللي قام به التحالف الوطني في بيت السيدة زينب من تشطيبات كاملة ما كانش مجرد بناء منزل، دي كانت إعادة للأمل في قلب السيدة زينب وأولادها.